مرحبا، بدي احكي قصة تختصر كلام كتير، تخلينا نرجع نفكر نحن ليش اجينا على هالدنيا، ليش لازم نتعامل مع بعض بحب وتسامح وود وتقبل للآخر ولأفكاره ولآرائه وكل شي بيتعلق فيه. القصة بتقول انه الخالق مثل ما كل الناس بتعرف ومثل ما كل الناس بتآمن خلق الانسان من ماء وتراب. طبعا التراب له انواع، في الأحمر، في الأبيض، في الأسود، إلى آخره. بس الماء ما إله لون، الماء واحد. ومثل ما كلنا منعرف إنه الماء بشكل تقريباً 90% من جسم كل إنسان مننا، بمعنى آخر هو الجزء الأكبر والأهم من تكويننا. فيني أقول إنه مياهنا واحدة لو اختلفت الأتربة. بحزن كتير وقت بشوف بعض الناس بتتمسك بالنسبة القليلة اللي هي القشور وبتتعامى عن النسبة الأكبر والأهم اللي بتجمعنا كلنا كبشر وبتوحدنا اللي هو الماء. إذا نحن كبشر نختلف عن بعض بشي كتير قليل، ولكن نتشارك مع بعض بشي كتير كبير ومهم. بتمنى على نفسي وعلى كل الناس نتغاضى عن الأشياء الأقل أهمية، نتمسك بالأشياء المهمة اللي إلها قيمة بالحياة، اللي بتشكل جوهر وجودنا ومعنى حياتنا. نحن متساويين كبشر، ومهما تمايزنا تمايزنا بسيط ومهمل. هاي دعوة للحب والتسامح ونبذ الكراهية والترفع عن الأشياء يلي بتمنعنا من رؤية الحقيقة. كونوا بخير.